بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن الانترا اورال راديوجرافيك ايرورز. وليه قلت انترا اورال راديوجرافيك ايرورز؟ لان في ايرورز بتحصل مع الاكسترا اورال راديوجرافس ومع البانوراميك راديوجرافس. احنا النهارده هنتكلم عن الايرورز اللي بتحصل في الانترا اورال راديوجرافي. الهدف من تصوير اي اكس راي هو الحصول على دايجنوستيك ايمج. دايجنوستيك ايمج معناها صوره هقدر ابني عليها الدايجنوزس بتاعي. مواصفاتها ايه الدايجنوستيك ايمج؟ ان هي تبقى اوف ان اوبتيمم كونتراست، اوبتيمم دنسيتي، نو ديستورشن، ويزاوت شارب اوف اوبتيمم شاربنس، وان هي تكفر الاريا اوف انترست. التصوير الصح هو ان انا ابتدي من اول البيشنت بريباريشن بتاعي، كل حاجه تكون مظبوطه، الفيلم بليسمنت، الادجستمنت اوف ماشين، adjustment of exposure parameters, the processing, the handling, كل الحاجات دي لازم تكون معمولة مظبوط. أي خلل أو أي خطأ أثناء أي خطوة من الخطوات دي will result in an error on the final radiograph. وبالتالي أنتوا لو لاحظتوا أن محاضرة الـ errors هتلاقيها شاملة كل اللي احنا أخذناه قبل كده، يعني هتبقى شاملة التكنيك وشاملة البروجكشن وشاملة الـ exposure parameters وشاملة الـ image characteristics وشاملة البروسيسنج. فنو واي طبعا ان احنا نشرح الكلام ده كله النهارده، ولكن لو انت عارف كل اللي فات ده صح يبقى محاضره الايرورز بالنسبه لك از ا بيس اوف كيك. اي حاجه غلط في الصح هتعمل ايرور. انك تبقى عارف الايرور ده سببه ايه او حصل ليه، دي حاجه مهمه جدا علشان هو ده اللي هيخليك تصلح الخطا ده. والا لو مش عارف المشكله حصلت ليه انت هتعمل ريتيك للراديوجراف، ووارد ان انت تكرر نفس الايرور تاني او انك تعمل ايرور جديد. وللاسف ده هيدخلني في اكسبوجر جديد للبيشنت، هيدخلني في مور كوست، ويستنج اوف تايم، والاسوا من كل ده ان انا مش هعرف اكمل الدايجنوز بتاعي وبالتالي مش هعرف اكمل التريتمنت بلان بتاعي. لو قسمنا الايرورز بتاعتنا اللي ممكن تحصل لي للpatient preparation وerrors تانية ليها علاقة بالfilm placement وerrors ليها علاقة بالprojection نفسه أو التصوير نفسه وerrors ليها علاقة بالexposure والprocessing والhandling of the film، يبقى ده هيسهل عليا طريقة المذاكرة. المذاكرة بتاعت الerrors هدفها إن أنا أبقى عارف أسامي الerrors كويس جدا، أسباب الerrors كويس جدا، وبالتالي هبقى عارف how to correct the error. هي دي الحاجات اللي احنا بنبقى طالبينها في الامتحان سواء كان نظري او عملي. ان انا اسالك على error، طالب من حضرتك the name, the cause, how to correct. لو قلت لي cause مكان النيم للاسف بتخسر الرقم، بتخسر النمره. لو قلت لي النيم مكان الكوز بتخسر الدرجه. فلو سمحتوا اهتموا، مش هقول لك حفظ خالص، بس اهتم انك تبقى عارف اسم الايرور ده ايه عشان تكتبه في مكانه الصح. تعالوا نتفرج مع بعض على شويه صور ونطبق الكلام ده مع بعض. هنبتدي بالايرورز اللي ليها علاقه بالبيشنت بريباريشن. اول حاجه في البيشنت بريباريشن ان انا يكون البيشنت فري اوف اني ميتاليك اوبجكت از ماتش از اي كان. مش اي ميتاليك اوبجكت ينفع يتشال، يعني لو البيشنت لابس دينشر، لو البيشنت مركب بارشال دنشر او مركب اي ميتاليك اوبجكت ممكن يتشال زي البيرسنج في النوز، او حتى لو فيري هيوج اير رينج او لارج نيكلس او اي جلاس، اي حاجه في سكه الاكس راي بالنسبه لي وانا بصور انترا اورا راديوجراف هضطر ان انا لازم اشيل الحاجات دي. ليه؟ لان لو سبتها هتعملي ميتاليك راديو اوبيك ارتيفاكت على الراديوجراف بتاعتي. يعني هنا مثلا بارشال دنشر، هنا piercing في النوز جاي superimposed على الـ apex of upper central، هنا partial denture برضو، هنا برضو metallic object في المنطقة بتاعة الـ anterior maxillary teeth. وبالتالي أنا قدام error اسمه radio opaque artifact، ده اسم الـ error. سببه إيه؟ patient is wearing metallic radio opaque structure. مش مهم اسمه، مش مهم الحاجة اللي هو لابسها دي، المهم اللي قدامي ايه؟ radio opaque artifact. How to correct? Patient should remove any metallic object. طيب
البيشنت اثناء التصوير او قبل التصوير حصل له موفمنت او حصل له انستابيليتي، اتحرك من مكانه، ده هيؤدي الى بلورد ايمج. زي بالظبط لما اكون بصور اي اوبجكت والاوبجكت ده بيتحرك، عربيه بتتحرك، طفل صغير بيتحرك، الصوره النهائيه بتاعتي هتكون بلورد. اسم الايرور بلورد ايمج. سبب الايرور بيشنت موفمنت ديورينج ذا اكسبوجر. مش بس البيشنت اللي ممكن يكون اتحرك، الفيلم كمان ممكن يكون اتحرك او الاكس راي ماشين تكون اتحركت. How to correct, ensure stability of the film, of the patient, of the machine during exposure. أثناء التصوير of occlusal films هو يعتبر intraoral radiograph. لو ال patient وهو بيعض على الفيلم عمل pressure على الفيلم، ال pressure ده هيعمل activation و ionization لل crystals, silver bromide crystals. ولما اروح احمضها هلاقيها بلاك دوتس. ولو عمل بريشر زياده قوي هيعمل تيرنج للايموشن لاير في المكان اللي عمل بايتنج عليه ده، ولما اروح احمضها هلاقي وايت ارياز على الفيلم لان الايموشن اتشال خالص بالاي جي بي ار اللي فيه. This will result in an error called pressure marks. يبقى لو لقيت دوتس على الفيلم الاوكلوزن along الاوكلوزن بلين، وطبعا لازم تكون واضحه جدا ومش هلاقيها في البريابيكال ولا البايت وينج لان البيشنت مش بيعض على الفيلم في البريابيكال ولا البايت وينج، بيعض بس على الفيلم الاوكلوزن. الدوتس دي لو كانت بلاك يبقى دي بريشر ماركس، ولو كانت وايت برضو هتكون بريشر ماركس بس اكسسيف بايتنج على الفيلم. لو نقلنا على الكاتيجوري بتاعه الفيلم بوزيشننج، الفيلم بوزيشننج ده فيه شويه ايرورز كتير شويه، ومهمين قوي ان احنا تاني نبقى عارفين اسامي الايرورز. لو كتبت اسم الايرور صح انت ضمنت الثلاث درجات اللي بعد كده اللي هو بتاع الاسم والكوز والهاو تو كورريكت. انما لو كتبت اسم الايرور غلط حتى لو كان اللي انت كتبته ده هو الصح بس بتاع الكوز، يبقى انت خسرت الثلاث درجات. فتاني لو سمحتوا اهتموا باسامي الايرورز. لو الاسم اتكتب صح انا باكد لك ان الكوز هيتكتب صح والهاو تو كوركت هيتكتب صح، مش هتعرف تكتبهم غلط اصلا. علشان كده هو ده اللي انا طالبه من حضرتك، ان انت تهتم باسم الايرور. الصوره اللي قدامنا يبان كان متصور المنطقه بتاعه اللاترال والكناين والبريمولر، ومتصور تاني منطقه اللاترال والكناين والبريمولر. الفيلم ده متصور مرتين، عشان كده بنسمي الايرور دبل ايمج. دبل ايمج اكيد سببه ان الفيلم از اكسبوزد توايس. مش مهم بقى توايس لنفس البيشنت، توايس لبيشنت تاني، مهم الفيلم نفسه متصور مرتين. هاو تو كوركت، بي كيرفول ان اورجنايز الافلام اللي اتصورت وابعدها عن الافلام اللي ما اتصورتش. سمبلي الفيلم الدبل اللي متصور مرتين ده بيتطلب مرتين ريتيكس. ليه بيتطلب مرتين ريتيكس؟ لان انت اكيد كنت عايز تصور المنطقه دي بتاعه الكناين بري مولر مولر، وكنت عايز تصور المنطقه بتاعه اللاترال والكناين والبري مولر، سواء كان لنفس البيشنت او البيشنت تاني. يعني انت كنت عايز تصور تو ارياز، يبقى لما يطلع لك الايرور ده معناه ايه؟ ان انت هتعيد المنطقه دي في فيلم وهتعيد المنطقه دي في فيلم. يبقى الايرور اللي اسمه دبل ايمج ريكوايرز تو ريتيكس، وات ايفر بقى لنفس البيشنت او البيشنت تاني، بس هيبقى اكيد تو ريتيكس لتو ديفرنت ارياز. الايرور اللي بعد كده اسمه incorrect film placement. الكوركت فيلم بليسمنت هو انه الفيلم يتحط باللونج دايمنشن بتاعه. لو انا بصور upper anterior او upper canine او lower anterior او lower canine يتحط بالvertical dimension، لما اكون بحب اصور posterior region لازم الفيلم يتحط بالhorizontal dimension بتاعه. اسم الايرور incorrect film placement. imposed dot artifact. كلنا عارفين ان في حاجه اسمها imposed dot اللي هي بتبقى convex على التيوب سايد او printed على الباك سايد اوف ذا فيلم، ومطلوب من حضرتك اثناء الفيلم بليسمنت ان الimposed dot دي تكون موجوده occlusally او incisally. في اللور تبقى عند الاوكلوزال بلين يعني لفوق، وفي الابر تبقى عند الاوكلوزال بلين يعني لتحت. لو غلطت وحطيت الدوت دي
عند الايبكس او ايبيكالي يبقى الايرور ده اسمه امبوز دوت ارتيفاكت. سببه يعني ان انت ما عملتش ادجستمنت للبوزيشن اوف ذا دوت. هاو تو كوريكت؟ ادجست الامبوز دوت عند الاوكلوزال بلين. اسم الايرور ريفرس فيلم. الفيلم متصور بالباك سايد هو اللي توورد التيوب سايد. This will result in a faint image with a tire track appearance of the lead foil appear on the radiograph. اسم الايرور ريفرس فيلم. سبب الايرور ان الفيلم متصور بالباك سايد توورد التيوب سايد توورد التيوب يعني. و هاو تو كوريكت؟ Correct film placement, tube side toward the tube. Area of interest not shown كايرور. انت مش هتعرفه لوحدك لان انت هتفاجئ ان انت قدامك راديوجراف كويسه. بس انا لو كتبت لك ان مطلوب تصوير الماكسيلري رايت ثيرد مولر وبعدين شفت الراديوجراف دي ده الفور ده الفايف ده مكان السكس ده السفن الايت اللي هو area of interest not shown يبقى ساعتها ده ايرور يتطلب ريتيك. سببه ايه؟ Incorrect film placement. At the area of interest. Apex cut off. ونركز في الراديوجراف دي علشان هتتشابه مع ايرور تاني هيجي كمان شويه فلازم حضرتك تفرق ما بينهم وهقول لك ازاي. في ايبك راديوجراف لمنطقه الفور والفايف والسكس والايبك نوت شون الايبك كات اوف. ده اسم الايرور. سببه ايه؟ ان انت ما نزلتش الفيلم بتاعك عند منطقه الايبكس يعني كنت سايب مسافه كبيره هنا وما عملتش كوركت فيلم بليسمنت عشان تو شو الابيكال اريا. ما سبتش ال 2 3 مللي سبت اكتر منه. كراون كات اوف عكسه انت نزلت الفيلم لتحت قوي بحيث ان الكراون بقت نوت شو. اسم الايرور كراون كات اوف. سبب الايرور انكوركت فيلم بليسمنت برضو بس تو فار ابيكالي بحيث ان انت ما بقتش سايب 2 3 مللي فوق الكراون. هاو تو كوركت؟ انك تسيب 2 3 مللي فوق الكراون. Dropped film corner الأكثر حدوثا في الفيلم بليسمنت. أنا سايب 2 3 مللي عند منطقة الكمائن وشوية عند الفور بس عند الفايف والسكس والسفن بقيت سايب مسافة كبيرة قوي. إيه اللي حصل؟ إن كورنر من الفيلم كان مظبوط والكورنر التاني مش مظبوط. لو كان في الأبر بيسموه دروب فيلم كورنر وفي اللور برضه بيسموه دروب فيلم كورنر مع إنه هو مش دروب هو طلع لفوق بس الاسم بقى اسمه دروب فيلم كورنر. سببه إيه؟ Not uniform area is left above the occlusal plane. المفروض اسيب 2 3 مللي along the occlusal plane او تبقى parallel لل occlusal plane انما هنا لا انا سايب منطقه كتير قوي وهنا سايب مسافه صغيره. image distortion. image distortion بص عليها كويس وهتلاقيها متشابهه مع الدروبت فيلم كورنر الى حد ما لان برضو منطقه ما جابتش الايبكس وهتلاقيها متشابهه مع الايبكس كات اوف شويه. طب دول ثلاثه ايرورز ما لهمش علاقه ببعض ومطلوب مني ان انا افرق ما بينهم او ان انا اكتب اسم الايرور صح عشان ما اخسرش الثلاث درجات. يبقى ساعتها هعمل ايه؟ الديستورشن عشان تعرفوه هتلاقوا السنه شكلها elongated بس فيها بيندنج فيها كيرف لازم هتلاقي فيها كيرف. شكل السنه او الايمج بتاع السنه مسحوب لفوق وبكيرف و يبان وكانه elongated شويه كمان. في distortion في سحبه كده بكيرف بندنج. انما الدروب فيلم كورنر انا هعرفه من ان انا سايب مسافه اكتر من 2 3 مللي في مكان وسايب 2 3 مللي في مكان ثاني او يمكن حتى الكراون كات اوف. يبقى ده دروب فيلم كورنر وده distortion. مسحوب بالونجيشن. هنا مفيش elongation خالص. هنا مفيش elongation. كل السنان بطولها الطبيعي السنان اللي ظاهره يعني ومنطقه من السنان هي اللي ما ظهرتش سواء كان الايبكس او الكراون. دروب فيلم كورنر. وفي الايبكس كات اوف انا كان برضو ما كانش فيه هنا ما كانش فيه الونجيشن. انا السن الكراونز مظبوطين جدا مفيش فيهم مشكله انا بس عندي مشكله ان الايبكس ما ظهرتش. فده الفرق ما بين الديستورشن والايبكس كات اوف والدروبت كورنر. وهتشوف الالونجيشن كمان شويه برضو تفهموا الفرق. ممكن يظهر لي بلاك لاينز على الفيلم او وايت لاينز على الفيلم. سببهم ايه؟ احنا خلاص عرفنا اسم الايرور يا اما بلاك لاين يا اما وايت لاين. سببه ايه؟
الاكسسيف بيندنج اوف ذا فيلم، زي ما كان البايتنج بيعمل بريشر مارك فاكرين، الاكسسيف بيندنج برضو يعتبر بيعمل بريشر على الكريستلز في المنطقه دي، فبيعمل لها ايونايزيشن، وبالتالي لما احمضها هتطلع خطوط سوداء. ليه؟ لان انا عملت اكسسيف بيندنج للفيلم. طب سيفير بيندنج بقى للفيلم، انت عملت اكسسيف بريشر لدرجه انك عملت تيرنج لمنطقه الايمولشن في الحته دي، انت قطمت الفيلم نصين، عملت تيرنج للايمولشن لاير، وبالتالي لما تروح تحمض الحته دي ما فيهاش ايمولشن، ما فيهاش كريستلز، فبالتالي هتطلع لونها ابيض. اثناء الفيلم بوزيشن، لو طلبت من البيشنت، والمفروض ده اللي بيحصل، ان الفيلم ان البيشنت يسبورت الفيلم من اللينجوال سايد، يعني هو كده بيصور الليفت مثلا مولر، وبدل ما البيشنت يحط الاندكس بس في اللينجوال سايد، لا ده حط الاندكس في اللينجوال سايد وحط الابهام بتاعه على الباكال سايد، فبقى ماسك الفيلم من قدام ومن ورا، فاكيد الفينجر بتاعه صورته هتطلع على الفيلم، لان الاكس راي بتبقى جايه كده وتعدي على صباعه وبعدين توصل للفيلم وبعدين بتعدي على صباعه في الناحيه الثانيه، بس صوره صباعه اللي في اللينجوال سايد مش هتظهر على الفيلم، اللي هيظهر بس صباعه اللي موجود في الباكال فيستيبيول، لانه قبل الفيلم. فلما الاقي صوره للبون الفلانج بتاعت التيب اوف ذا فينجر، هو حتى ده الصباع شايفين، ده السوفت تيشو بتاع الصباع، ده النيل المفروض. اوكي، فده الشادو بتاع صباع وده الشادو بتاع البون، فبيسموا المنظر ده فلانجيوما، فلانج اللي هي الفالنج بتاعت الصباع، واوما اوما دي يعني متاخده من الامراض يعني، او كانها سندروم، ظاهره حدوث او ظهور الفينجر على الفيلم بيسموها فلانجيوما. فلازم لما تظهر لك صوره زي دي او تيجي لك ايرور في الامتحان تكتب ده الاسم، الكوز اوف ذا ايرور ان البيشنت سبورت الفيلم ويز هيز فينجر فروم ذا باكال سايد، لازم تقول فروم ذا باكال سايد. ليه؟ لان انت لو قلت سبورت الفيلم، طب ما طبعا البيشنت هي سبورت الفيلم، بس لا، البيشنت سبورت ذا فيلم باي هيز فينجر فروم ذا باكال سايد، او تقول برضو ان الشادو اوف ذا فينجر ابييرز اون ذا فيلم. ده بالنسبه للايرورز المتعلقه بتصوير بالفيلم بوزيشن. الايرورز المتعلقه بالبروجكشن بقى نفسه، بالتصوير نفسه، احنا لو تفتكروا احنا بعد ما بنعمل بيشنت بريباريشن وبيشنت بوزيشننج وفيلم بوزيشننج، مطلوب مني ان انا اظبط الكون. بظبط ايه في الكون؟ بظبط الفيرتيكال انجل، الهوريزونتال انجل، والبوينت اوف انتري، لو تفتكروا من التصوير يعني. طيب الخلل في الفيرتيكال انجليشن will be translated into either elongation او shortening. يعني ايه؟ افترض ان الفيرتيكال انجل بتاعتي، لو تفتكروا التصوير، بتكون بيربنديكولار على البايسكتور ما بين الفيلم والتوث، ده لو انا بصور بايسكتنج انجل تكنيك. طيب لو الاكس راي بدل ما هي بيربنديكولار على البايسكتور ده، الانجل دي لو كانت قليله شالو هتبقى كانها بيربنديكولار على التوث بس، هتعمل لي الونجيشن، ولو زادت قوي وبقت ستيب وبقت بيربنديكولار على الفيلم هتعمل لي شورتنينج. شبه ايه؟ عارفين الشمس اول ما بتطلع، اول ما بيحصل شروق، الظل بتاع حضرتك على الارض بيكون طويل قوي. ليه؟ لان زاويه سقوط السان ريز عليك شالو انجل، زي مثلا الساعه 7 8 الصبح كده، الظل بيكون طويل قوي، ده اسمه الونجيشن. لو وصلنا على الساعه 10 10 ونص، هتبص على الظل بتاع حضرتك هتلاقيه نفس الطول بتاعك. ليه؟ لان الزاويه بتاعت الشمس 45 درجه، انت نفسك عمودي على الارض 90 درجه، فالسان راي 45 درجه عليك، يبقى انت كده الاكس راي بيربنديكولار على البايسكتور اللي ما بينك وما بين الارض. فهو ده الايديال ايمج، الظل ايكوال تو ذا اوبجكت. طب ابتدت الشمس تطلع لفوق زياده وبقى الفيرتيكال انجليشن بتاعها عالي، وصلنا لحد الساعه 12 الظهر، هتبص على الظل بتاعك هتلاقيه شورت جدا. ليه؟ لان الزاويه بقت ستيب، ساعتها السن مش بيربنديكولار عليك، دي بيربنديكولار على الفيلم او على الارض، فعشان كده بيطلع الظل بتاع حضرتك شورت قوي، هو ده اللي اسمه شورتنج. فالالونجيشن والشورتنج عكس بعض،